غنكب كيك فيه جوج بيضات فانيليا وحده كاس ديال السكر سنيده كنخلطو في الاول كنديرو جوج بيضات مع السكر سنيده كنخلطوهم مزيان مع فانيليا ملي كيتخلطو مزيان كنزيد عليهم نص كاس ديال الزيت كنخدموهم مزيان كنزيد عليهم كاس ديال الحليب كيكون سخون هو ملي كنزيدو داك الحليب سخون كنخلطو دغيا باش ما يطيبش فينا البيض الحليب الا كيسخون سخون راه كيجيو داك الكاب كيك ديالنا مفشفشين ورطبين من الداخل كنزيد عليهم واحد فلون ديال الشوكولاط معلقه كبيره ديال الكاكاو كنخلطهم مزيان وكنزيد عليهم ثلاثه الكيسان ديال الدقيق وجوج خمارات صافي هادو هما المقادير كنخلطهم مزيان كناخد داك مولات ديال الكاب كيك كندير فيهم داك الكيسات ديال الكاب كيك صافي كنعمرهم ثلثين وكنخليو الثلث صافي وكنزينوهم يا اما بحبيبات ديال الشوكولاط ولا كنخليوهم هكاك وكندخلوهم للفران الفران كيكون سخون كنعطيهم عافيه من الفوق ومن التحت غا كيتنفخوا كنطفيو عليهم ديك العافيه اللي كتكون من الفوق وكنخليهم يكملوا الطياب ديالهم من التحت راهم كيجيو زوينين اختي سناء راه صيفط لك التصويره ديالهم راه كيجيو رائعين الشكل ديالهم